السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نادي كبير يريد ضم اللاعب المغربي والحارس الكبير ياسين بونو، فإذا كنتم من المعجبين بالحارس الكبير بونو فلا تنسوا دعمنا بالاشتراك والإعجاب والمشاهدات. وإلى التفاصيل، نادي ريال مدريد يريد الاستعانة بخدمات الحارس الكبير ياسين بونو، ولا سيما بعد إصابة حارسه حارس النادي الملكي كورتوا إصابة خطيرة، لأن نادي ريال مدريد شاف البديل هو الحارس ياسين بونو، هو اللي بإمكانه أن يعوض الحارس كورتوا، إلا أن إدارة النادي وضعت شروطا عنصرية وتعجيزية. قالت لك إلا بغى ياسين بونو يلتحق بالنادي ويلعب معنا في النادي الملكي خاصه ما يلعبش في كأس إفريقيا للأمم المقامة بالكوت ديفوار، ما خصوش يبقى يلعب مع المنتخب المغربي في هذه الملتقيات. هنا كيبقى الشأن الأمر بيد صاحبه، لأن ياسين بونو هو اللي عنده الأحقية باش يوافق أو ما يوافقش، ولو أننا عارفين بأن ياسين بونو لن يوافق ولم يوافق على هذا الشرط الإعجازي، لأن المنتخب المغربي هو الآخر يريد الاستعانة بخدمات الحارس الكبير ياسين بونو، ولا سيما وأن هذا الكأس الإفريقية على الأبواب، فإن ياسين بونو ما يمكنلوش يوافق على هذا الشرط، وكيبقى دائما الأمر بيد هذا الحارس الكبير. هنا كنشوفوا هنا هذا النادي اللي وضع هذه الشروط الإعجازية، كيفاش أن اللاعب غتجيبوه وما تخليهوش يلعب؟ إلا بغى يلعب معنا ما يلعبش في كأس إفريقيا مع المنتخب المغربي، هذا الشيء ما كيستخوش العقل. وعلى الحارس بونو هو الآخر أن يرد عليهم ويقول لهم شوفوا غيره، لأن ما يمكنش أن الحارس بونو ما يلعبش مع المنتخب المغربي وحنا معتمدين عليه كحارس أول للمنتخب المغربي. وكنتمناو من الحارس المغربي ديالنا ما يوافقهمش على هذا الشرط العنصري والتعجيزي، وباش يبقى معنا الحارس ديالنا بونو. والسلام عليكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.